وبرعاية رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر، عقد القيادي في المشروع العربي حسن الجبوري مؤتمرا انتخابيا في ناحية جلولة وسط حضور عدد كبير من المؤيدين والداعمين. وأكدت الجماهير الحاضرة دعمها وثقتها بالمشروع العربي ورؤيته الإصلاحية لمؤسسات الدولة والعملية السياسية، فيما أعلنت تأييدها الكامل للقيادي في المشروع العربي حسن الجبوري في الدائرة الرابعة بديالة. طبعا حب الجماهير لنا والى المشروع العربي حقيقه من دعم الشيخ خميس الخنجر لهذه الجماهير ولهذه الشريحه، وبالذات للمناطق المنكوبه، تدري مناطق جلولا وحوض حمريين مناطق منكوبه، حقيقه هناك مساعدات دائما مستمره من قبلنا ومن قبل المشروع العربي في محافظه دياله، والحمد لله هناك توجه قوي جدا، لان ان شاء الله في الانتخابات المقبله سيكون لنا دور فعال، وإن شاء الله سنكون في المرحلة الأولى في هذه الانتخابات.